اخرى. يعني احيانا بعض يقول لك مولانا انا ما شعرتش وانا بقول الكلام ده، ما حسيتش وانا بعمل الحركه دي اللي هي يعني كنت ساعتها مش قادر اتقبل الخبر. بس عندنا يقول انما الصبر عند الصدمه الاولى. ازاي تكون الصبر مع وجود الحزن، مع وجود الانفعال لحضرتك او ما تاثر به الانسان اثر انفعاله بهذا الحدث او بهذا الخبر؟ الحزن عمل قلبي، تمام. اللطم او الكلام اللي مرضيش ربنا ده عمل من اعمال الجوارح. فلما الانسان يجيله خبر مفزع وهيحزن وهيفزع، ده شيء خلاص مش بايده، لكن عليه بقى ان هو يبقى مراقب ربنا سبحانه وتعالى في ردود افعاله. هو انت دلوقتي لما تقعد تعمل حاجات ما ترضيش ربنا، يعني هو الميت هيحيا؟ ما هو مات خلاص، وانت كده يعني بتجامل او بتظهر يعني مثلا ان انت اكثر حبا لهم من غيره؟ ابدا. فخلاص تخلق بقى باخلاق الابتلاء وخليك هادي كده ورابط الجأش، خاصة اذا كان راجل، لان الراجل المفروض ان هو اللي حواليه بيستمد منه الهدوء. وبعدين ورد في الحديث الشريف أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعني إيه يعذب ببكاء أهله عليه؟ يعذب الميت ببكاء أهله عليه. مجرد البكاء ده اللي هو اللي أنا قلت عليه؟ لا، البكاء اللي هو المصحوب بشيء يغضب ربنا. طب وهو ذنبه إيه؟ قال لك ما هو مش بيعذب بمعنى إن هو بيعاقب يعني بعذاب من عند الله، بيعذب يعني ما بيبسطش، بيتضايق. الميت بيشعر بمن حوله وبما يدور حوله، فما يشوف اهله ما بيرعوش الشرع يقوم يحصل له ضيق ويحصل له رفض روحاني لهذا، فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض من اول هذا الحديث من العلماء انه يعذب ببكاء اهله عليه، يعني يحزنه ما يفعلون، والا فانه لا تزر وازره وزر اخرى، فمحدش هيعذب بايه؟ بمعصيه واحد تاني. يعني باب اولى انه في مقام يستحق ان احنا نرسل له رحمات، لا نرسل له مش نرسل له بقى ايه؟ ندعو له. مش نرسل له اللي يعكر عليه وينكد عليه. يعني